رحبت كلية الدفاع التابعة لمجموعة الدول الخمس في الساحل بالوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال داود يحيى إبراهيم. وجاء الوزير بمناسبة تخريج الدفعة الثالثة لهذه الكلية التي تدرب كبار الضباط من الدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل، وذلك حول مكافحة الإرهاب في فضاء الساحل. بعد 10 أشهر من الأعمال التطبيقية والفكرية المكثفة، أنهى ضباط الدفعة الثالثة لهذه الأكاديمية العسكرية تدريباتهم، وهم الآن مدعوون إلى تنفيذ العلوم التي تلقوها من أجل التصدي لجميع أشكال التهديدات الإرهابية في دولهم المختلفة. بالإضافة إلى المتدربين من الدول الأعضاء في مجموعة الدول الخمس في الساحل، فإن مجمع ابن زايد استقبل هذا العام متدربين قدموا من المملكة العربية السعودية، ولذلك طلب القائمون على هذه المؤسسة من الشركاء دعمهم من أجل القيام بعملهم على أكمل وجه.